الفضل لمن يستحق، لهذا الرجل الذي ساعدني في أحلك أوقاتي. ومما سمعته فأنا لست الوحيد. سأشيد بك إشادة عظيمة في تاريخ مآثرنا، لكن علينا أولاً كتابة نهايته. تعال. أرى أنكما التقيتما من قبل بشكل سريع، لكن الليل في أوله وهناك الكثير لنناقشه فيما يمكنك توفيره لي. إمكانياتنا محدودة، لكن اطمئن، سأستمع إلى متطلباتك يا علي. لاحقاً شارك ما تعرف عن الغول ليفعل باسم ما أتى هنا لفعله. حسناً حسناً، سأقدم شؤونكما على شؤوني، لكن هذه المرة فقط. يرسل الغول أوامر إلى الحراس توضح مناطق الحفر في بغداد، لكنه لا يستغل المساجين وحدهم. ثمة إذن كفالة للعمال هنا، ويبدو أن الغول يدبر لشراء العمال المهاجرين أيضاً. من يتخذ كهذه التدابير في بغداد دون إثارة الشبهة حوله؟ هناك رجل واحد، مسعود اليعقوب، إنه يدير مصانع الصابون في بغداد ويعثر على أعمال مدفوعة الأجر للمقيمين الأجانب، وأكثرهم من بلاد الفرس. إنه يجبر العمال إذن على العمل في مواقع حفره، وذلك بحجة توفير سبل العيش لهم. باشي، تعقب أحد مواقع الحفر التابعة للغول متنكراً في هيئة سجين، ماذا حدث؟ لم يسفر التفتيش عن أي شيء، لكن ذلك لم يوقف الحراس. كسرت جمجمة أحدهم وفررت، ولم يحالف الحظ أحداً غيري. يا له من فعل أحمق دون أي جدوى. ليس دون جدوى، سيكون الغول عند الكاروان سراي، لقد استرقت السمع إلى الحرس. بالتأكيد، التجار كلهم يتوقفون هناك للاستراحة. إذا كان مسعود يشتري عمالاً مهاجرين، فمن المرجح أن يكون الكاروان سراي هو المكان الذي يدير فيه شؤونه. كيف يبدو شكله؟ إنه رجل ضخم البنية، يرتدي الحلية كالجواهر والحرير المجلوب من الشرق. أي سيسهل تمييزه؟ حان الوقت يا باسم. ما خطتك؟ ذلك القرار بيد باسم. باسم بمفرده؟ لا، دعيني أجمع بعض الرجال. والسماح بوقوع تصرف أحمق؟ يوم بسالتك سيأتي، لكن اليوم يوم باسم. اعتبر ذلك جزءاً من اتفاقنا باسم. أنا مستعد. سر معي إذن.